بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل، وإحنا بنقترب بالطبع من نهاية الأسبوع، فالتفاصيل كثيرة، الكواليس عديدة، الأخبار بالتأكيد هتكون مهمة، لأن النهاردة هنتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول انتصار مصر في الدورة الأولمبية في طوكيو على حساب ألمانيا بنتيجة 31-26، وتأهل منتخب مصر لأول مرة فريق عربي وإفريقي يصل إلى مرحلة الدور نصف النهائي في دورة أولمبية، دورة طوكيو الأولمبية، لتضرب مصر موعدا جديدا مع منتخب فرنسا يوم الخميس القادم في الساعة 10 صباحا. انتصار عظيم ونتيجة وأداء وتخطيط على أعلى مستوى للعبة كرة اليد المصرية، إنجازات عظيمة جدا في سنوات متتالية، كل ده النهاردة بنتيجة مصر أمام ألمانيا في دور الثمانية. من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة أنت راكب الجيم، عامل مباراة كبيرة جدا. الماكينات الألمانية النهاردة تعطلت أمام يد كرة اليد المصرية، بالتأكيد حدث مهم جدا لازم نفرد له مساحة ولازم نتكلم عنه. والموضوع الثاني بالتأكيد هو مباراة الدجلة والأهلي في الدور العام. المباراة إن شاء الله هتكون يوم الخميس الساعة أو بكرة بإذن الله، بكرة الأربع الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام. مباراة مهمة جدا، مباراة احنا بنتكلم على صدارة الدور العام، طبعا اتكلمنا عن كرة اليد، لكن كمان بنتكلم بقى على المباراة الثانية وهي مباراة دجلة والأهلي في كرة القدم. مباراة مهمة جدا بالنسبة للصدارة، تكسب دجلة تركب الدوري وهتكون في صدارة الدوري العام بإذن الله إن شاء الله، لأن كمان لسه في 7 مباريات متبقية من عمر ومسابقة الدوري العام. فلذلك حلقة النهاردة هنتكلم في المحورين، محور منتخب كرة اليد والتأهل للدور نصف النهائي لدورة طوكيو الأولمبية، والمحور الثاني مباراة الأهلي ودجلة غدا إن شاء الله على ملعب الأهلي والسلام الساعة 9 وهي مباراة الصدارة. وإن شاء الله طالما الأهلي بإذن الله في الصدارة نقدر نقول خلاص بإذن الله يقدر النادي الأهلي يضع الضغوط على كل المنافسين ويقدر يقرب من مسابقة الدوري العام ويحقق رقم قياسي جديد في مسابقة مهمة زي الدوري العام. طيب حلقة النهاردة نبدأ مع بعض بتشكيل أو توقعاتكم لتشكيل مباراة الأهلي ودجلة. ده السؤال اللي طرحناه عبر السوشيال ميديا ومن خلال صفحات القناة، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وكل واحد يدخل ويشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال. توقعاتكم للتشكيل، ممكن تشكيل الأهلي يتغير، ممكن يكون فيه إضافات بعد عودة السداسي من رحلة المنتخب الأولمبي بعد الخروج أمام البرازيل في دور الثمانية. بيتسو موسيماني هيفكر إزاي في هذه المباراة؟ وفي الفقرة الأخيرة هستعرض معكم أكبر قدر من الآراء والمشاركات على توقعاتكم لتشكيل مباراة الأهلي أمام دجلة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة دجلة غدا. كمان في ترند الأهلي، الجهاز الفني يحسم اليوم مشاركة سداسي الأهلي في المباراة. وفي الترند الأولمبي، للمرة الأولى في التاريخ منتخب اليد يتأهل لنصف نهائي الأولمبياد. طبعا زي ما قلت في بداية الحلقة، إنجاز عظيم جدا لكرة اليد المصرية، لكن بالطبع لسه ما حققناش حاجة. عندنا مباراة مع فرنسا يوم الخميس بإذن الله نكسبها، هيكون خلاص منتخبنا في المباراة النهائية يضمن أي من الميداليات، سواء الميدالية الذهبية أو حتى الميدالية الفضية، لكن إن شاء الله نعمل نتيجة بإذن الله مهمة جدا مع فرنسا يوم الخميس اللي جاي. طيب النهاردة عيد ميلاد أحد نجوم كرة القدم المصرية وكرة القدم في النادي الأهلي، هو صخرة الدفاع النجم التاريخي وائل جمعة. تاريخ طويل جدا من الكفاح والبطولات والانتصارات على مدار سنوات عديدة. وائل جمعة اللي بدأ مشواره في غزل المحلة وانضم للأهلي في بداية الألفية الجديدة، وكانت بداية موفقة لوائل جمعة الصخرة مع النادي الأهلي. مش هتكلم على تاريخ وبطولات بس، لأن أنا لو هتكلم على أرقام وتاريخ وبطولات وائل جمعة كتاب كبير جدا من الإنجازات والبطولات، لكن هتكلم على الشخصية. شخصية عظيمة، شخصية بتحب النادي الأهلي، شخصية بتدافع عن النادي الأهلي أيا كان موقعه وأيا كان مكان وائل جمعة فين. وائل جمعة من المدافعين اللي عمل اسم وعمل تاريخ على مدار سنوات طويلة جدا. احنا بنتكلم مثلا في السوبر المصري، 7 كأس سوبر مصري مع النادي الأهلي. بنتكلم على برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلي عام 2006 في اليابان، 8 مرات مع النادي الأهلي بيفوز بالدوري العام،
ثلاث مرات مع الاهلي بيفوز بكاس مصر، ودوري ابطال افريقيا ست مرات مع الاهلي دوري ابطال افريقيا. تاريخ وائل جمعه مع الاهلي بس ست دوري ابطال افريقيا من اجمالي 10 بطولات، والسوبر الافريقي ست مرات. كان افضل فتره يختم بيها وائل جمعه مشواره مع النادي الاهلي وهو بيفوز بدوري ابطال افريقيا وبيحمل الكاس وهو كابتن النادي الاهلي عام 2013 في النهائي الشهير امام اورلاندو بايرتس في استاد المقاولين العرب، والختام وكانت نهايه السنه والاعتزال بعد الفوز على الصفاقسي التونسي في السوبر الافريقي في نفس هذا العام، بعد الفوز على الصفاقسي في الختام وحمل وائل جمعه كاس السوبر الافريقي، وكانت الكاس السادسه لوائل جمعه مع النادي الاهلي. ده على مشوار النادي الاهلي، لكن مشوار منتخبنا الوطني بتتكلموا في ثلاث بطولات أمم إفريقيا في جيل عظيم لم يتكرر منذ هذه اللحظة. ثلاث مرات كأس أمم 2006 2008 2010. وائل جمعة صخرة الدفاع، صخرة النادي الأهلي، شخصية، لاعب، كابتن لا تعوض. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض وندخل في فقرة ترند الترند وتفاصيل مهمة جدا بخصوص إنجاز كرة اليد. طبعا إنجاز منتخب مصر لكرة اليد إنجاز عظيم، والإنجاز ده ما جاش صدفة ولا جه من فراغ، ده جه بعد تخطيط لسنوات وسنوات. بنتكلم عن إنجاز للعبة أو اتحاد بيشتغل وبيخطط منذ أكتر من حوالي 20-25 سنة، سواء في بطولات العالم سواء في الدورات الأولمبية، دايما متواجد، دايما بتتأهل. ما سمعتش في مرة مسؤول طلع اتكلم إن ده تمثيل مشرف، لا، الناس دايما بتشتغل عشان تكون موجودة على منصة التتويج ويكون في ميدالية، يكون في مركز. ده الشيء المهم جدا بالنسبة للعبة كرة اليد. أنا بتابع لعبة كرة اليد منذ حوالي أكتر من 23 سنة، من أول مصر منظمت كأس عالم في نهاية التسعينات أو في فترة التسعينات، كان بطولة عالم للشباب في العشر السنوات الأخيرة في التسعينات، ثم تنظيم كأس العالم حتى بعد كده في الكبار، وحتى لما كنا موجودين في 2001 في فرنسا ووصلنا لمرحلة الدور نصف النهائي، كان ساعتها أول منتخب غير أوروبي يصل لمرحلة الدور نصف النهائي في بطولة عالم. كان دايما المربع الذهبي ده حكر على المنتخبات الأوروبية، لكن مصر كسرت ده ووصلت سيمي فاينل كأس العالم في فرنسا 2001، وخسرنا بسبب التحكيم في 2001، واحنا النهارده بنتكلم في 2021. يعني على مدار 20 سنة انت موجود في كل بطولات العالم، بتنظم كأس العالم في اكتر من مناسبة سواء شباب او حتى منتخب اول، بتفوز بكأس العالم للناشئين العام قبل الماضي. دي كلها انجازات في النهاية عشان النهارده لما تكون في دورة طوكيو الأولمبية تقدر تكون موجود في مرحلة الدور نصف النهائي. ده التخطيط ودي الدراسة، عشان كده كلنا بنحيي كل الناس اللي كانت مسؤولة عن اتحاد كرة اليد في الفترات السابقة، وعلى رأسهم طبعا دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي وضع يعني خريطة العمل والتخطيط لهذا الاتحاد ولهذه اللعبة منذ أكتر من 20 سنة، ثم تبوأ كمان منصب مهم جدا كرئيس للاتحاد الدولي على مدار سنوات كثيرة جدا ثقة العالم فيه كمسؤول عن لعبة كرة اليد على مستوى العالم. كل دي حاجات بتخلينا فخورين بالإنجازات الطيبة اللي بتحققها لعبة كرة اليد المصرية. النهاردة الإنجاز يد مصر بتضرب الألمان في لعبة كرة اليد، وانت بتتكلم على الماكينات الألمانية من أول دقيقة، الشيء المعروف عنهم دايما ان هم ما عندهمش يأس، بيلعبوا عشان يكسبوا، لكن النهاردة من أول دقيقة وهم نازلين خايفين من منتخب مصر، بيخسروا من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة. مصر راكبة الجيم، بتتكلم عن فارق 4 نقاط أو فارق 4 أهداف، فارق 5 أهداف. كريم هنداوي وتصدياته على مدار البطولة، مش النهاردة بس، النهارده لو بنتكلم على مباراه المانيا كريم هنداوي بنتكلم اكتر من 16 تسديده تصدى ليها. شوفوا فرق التسديدات وفرق التصديات ازاي، ده سمح ان منتخب مصر يفوز على المانيا في النهايه 31-26. منتخب المانيا يا جماعه عمل كل شيء في الكوره وما عرفش يكسب مصر، حتى في طريقه اللعب تفاصيل كتير قوي النهارده حصلت في المباراه عشان تسمعوها وعشان تعرفوها في هذه اللحظات. انا برحب بالكابتن حماده النقيب حارس مرمى منتخب يد منتخب مصر السابق، واللي ليه صولات وجولات مع منتخبنا الوطني في بطولات عديده سواء اولمبيه او بطولات عالم. كابتن حماده النقيب هيكون معانا وهنتكلم معاه في فكره كمان فوز مصر النهارده، الاداء اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني، ازاي المانيا النهارده بتحاول تلعب بكل طرق اللعب، بتلعب بلاعب زياده وبتفضي مكان حارس المرمى عشان تقدر تحرز اهداف، لان الفريق كان وصل ل4 و5 اهداف. بتلعب باتنين على الدايره وبرده مفيش فايده، بتلعب من على الاجنحه وبرده مفيش فايده. النهارده كريم هنداوي عمل لقطه وهو بيشاور للاعب منتخب المانيا
مش هتكسبه، الكوره مش هتخش المرمى. اللقطه دي اتعملت قبل كده في 2015، مصر في كاس العالم كانت بتلعب المانيا وخسرنا، كان حارس المانيا قال كده للاعبتنا. فالنهارده هي فكره بقى التحدي، فكره الطموح، فكره العزيمه، فكره انك ترفع اسم بلدك وعلم بلدك ما بين كل دول العالم. هو ده بقى الشيء النهارده اللي بنتكلم عليه، هي الروح. مهم جدا لو نتكلم عن الروح ان النهارده عندنا لعيبه على اعلى مستوى بتفوز بشيء مهم جدا وهي منتخب المانيا، وبتفوز عليه 31-26 وبتتاهل لنصف النهائي لمواجهه فرنسا. لان انت بلغه الكوره، كره اليد، انت عندك ثأر كروي مع فرنسا منذ حوالي 20 سنه بعد الخساره امام فرنسا في 2001 كاس العالم والظلم التحكيمي اللي كلنا فاكرينه في 2001، وقدر فرنسا يفوز بسبب هذا الظلم التحكيمي ويتاهل للمباراه النهائيه، وكنا احنا الاحق بالتاهل للمباراه النهائيه في كاس العالم. طيب، السوشيال ميديا النهارده لا حديث يعلو ولا بيج ولا تويتا ولا بوست الا على انجاز منتخب مصر لكره اليد والحديث عن التاهل لنصف النهائي. نشوف مع بعض النهارده السوشيال ميديا اتكلمت ازاي عن انجاز منتخب مصر. نبدا مع بعض صفحه في الجول على تويتر، قالوا: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، الفراعنه يسطرون تاريخا جديدا لمصر والعرب في الاولمبياد. مصر الى نصف نهائي الالعاب الاولمبيه للمره الاولى في تاريخ العرب بعد الاطاحه بالماكينات الالمانيه بنتيجه 31-26، مبروك لمصر. مكملين مع بعض برضو ونشوف السوشيال ميديا، حساب يلا كوره: يوم تاريخي، منتخبنا الى نصف نهائي اولمبياد طوكيو بعد الاطاحه بالمانيا، شرفتونا يا ابطال وننتظر الكثير. حساب يلا كوره على تويتر. طيب، كمان من حساب الاتحاد الدولي لكره اليد، علم مصر وعلم المانيا، وبيتكلموا على فوز منتخب مصر وبيشيدوا بمنتخب مصر النهارده عمل تاريخ جديد في طوكيو 2020 ليكون اول منتخب افريقي يتأهل إلى سيمي فاينال في دورة طوكيو الأولمبية. كمان نروح تاني لحساب في الجول، بيتكلموا على موعدنا مع فرنسا في نصف النهائي، منتخب مصر لكرة اليد أول فريق غير أوروبي يتأهل إلى المربع الذهبي للأولمبياد منذ كوريا الجنوبية في دورة الألعاب 1988 التي أقيمت بمدينة سيول الكورية. آخر حاجة معايا من خلال السوشيال ميديا، حساب الاتحاد الألماني، وهنا بقى بيهني مصر على فوزها عليهم في مرحلة الدور الثمانية وفوز مصر 31-26. ده كان كلام مهم جدا، والتهنئة الأخيرة من الاتحاد الألماني، ودي الروح الرياضية، بيهني مصر إنها فازت على ألمانيا في دور الثمانية. طيب، كابتن حمادة النقيب نجم مصر وحارس مصر في سنوات عديدة جدا، وكان أيقونة حراسة المرمى لمنتخبات الوطنية في سنوات كثيرة جدا. كابتن حمادة، برحب بيك في البداية وأهلا بيك على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك يا استاذ احمد، وانا متشرف بحضرتك طبعا وقناه الاهلي طبعا. طيب، يعني طبعا انا عارف يمكن جيل عظيم كنت موجود فيه وعملتوا انجازات طيبه، ولولا سوء التوفيق او بعض القرارات التحكيميه كنت رحتوا لابعد من كده في سنوات سابقه، لكن الحمد لله في جيل دلوقتي بيكمل وفي تواصل اجيال في لعبه كره اليد، والنهارده بيفوزوا على المانيا وبيصلوا لمرحله نصف النهائي عشان يواجهوا فرنسا. احساسك و طبيعه لعبه كره اليد المصريه والتخطيط اللي موجود خلال السنوات السابقه والتاهل النهارده ودور كريم هنداوي كحارس مرمى، وانا بكلم من اعظم حراس مرمى مصر الكابتن حماده النقيب، كل التفاصيل دي تتكلم عنها وتقول عنها ايه النهارده بعد الانجاز العظيم والتاهل لنصف النهائي في دوره طوكيو الاولمبيه؟ لا طبعا، اولا الف الف مبروك لمنتخب مصر، الف مبروك للشعب المصري، الف مبروك للسيد الرئيس السيسي. طبعا يمكن الانجاز التاريخي اللي حصل النهارده ده وسام على كل شباب مصر، وسام على سجد كل شباب مصر. طبعا يمكن احنا عارفين ان الرياضه هي مقياس تقدم الدول، والحمد لله احنا الطفره اللي فاتت او يمكن الفتره اللي فاتت ديت في تقدم في جميع المجالات، ويمكن الرياضه دي احنا الحمد لله شفنا شبابنا النهارده منتخب مصر كره اليد بيحقق يعني صراحه فوز يعني الواحد كان سعيد بيه. من اول مباراه المجموعه كانت قدام السويد واحنا كنا فرحانين جدا باداء المنتخب، باداء اللعيبه، بالروح اللي عندهم اللعيبه، اللعيبه بتبذل اقصى جهد ما شاء الله، يعني جيل بصراحه يشرف البلد، يشرف مصر، جيل بصراحه يعني انا دوت يعني بجداره بجداره بجداره. يمكن مكسب كبير جدا للمنتخب النهارده ان هو يبقى مستواه، هو اللي عمل الفرق، هو اللي عمل في ماتش السويد كده، هو اللي عمل النهارده في ماتش المانيا الفرق، وان شاء الله انا متوقع له يكمل زي ما هو ماشي في ماتش فرنسا برضه.
طيب برضو لو هتكلم على ماتش فرنسا وعايز يعني اعمل فلاش باك ب 2001 واللي حصل في كاس العالم في فرنسا، وكان هو صاحب الارض طبعا المنتخب الفرنسي، وكنتوا انتوا الاحق بالتاهل لمرحله المباراه النهائيه، وانتوا كنتوا عاملين انجاز اصلا عظيم في النهايه انك توصل وتكسر احتكار الفرق الاوروبيه والمنتخبات الاوروبيه في الوجود في مرحله السيمي فاينال. المشهد بيتقال لياقه يعني عنده الحته الفنيه كويسه جدا، الاداء الخططي والتكتيك بتاع المنتخب بصراحه في احسن حالاته، فانا مطمن ان هم هيعملوا مباراه ان شاء الله ان شاء الله هي مؤهله باذن الله للنهائي بدوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. انا متفائل جدا، يمكن الشعب المصري برضو كله متفائل، مصر كلها دلوقتي ورا المنتخب، وانا ما اعتقدش ان منتخب مصر، انا عارف العقليه بتاعت لعيب منتخب مصر كره اليد ان هم ما دام مسكوا في الفرصه مش هيسيبوها، مش هيسيبوا الشعب المصري بعد ما بصراحه واقفه جامده جدا على السوشيال ميديا، الناس كلها مهتمه باللعبه، الناس كلها بتتفرج على المباراه، ما اعتقدش ان هم المنتخب المصري هيخذلنا، لا بالعكس هيوصل للنهائي وان شاء الله ان شاء الله, الله. ميداليا ان شاء الله، ميداليا حاجه تشرف يعني، ان شاء الله انا متفائل جدا ان هم يوصلوا الفاينل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن حمد النقيب نجم طبعا منتخبنا الوطني السابق وحارس عظيم لمنتخبات مصر في الفترات السابقه في لعبه كره اليد، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في دوره طوكيو الاولمبيه ومباراه فرنسا يوم الخميس الساعه 10 صباحا. اكثر من 100 مليون مصري واكثر من ملايين كثيره في الدول العربيه هيتفرجوا على هذه المباراه النهارده. مصر ما كانش بتلعب باسم مصر بس، لا ده بتمثل كل العرب النهارده في الدوره الاولمبيه في طوكيو، والفوز العظيم على الالمان والتاهل لمواجهه المنتخب الفرنسي في نصف النهائي باذن الله. اخرجوا لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى ترند الاهلي واستعدادات الاهلي لمباراه دجله واخر الاخبار من قلب النادي الاهلي في الجزيره. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن النادي الاهلي بشكل خاص والاستعداد بالنسبه للمرحله القادمه. ابرز خبر واهم خبر عندي في هذه اللحظات، النهارده الظهر كان في اجتماع مهم جدا لشركه الاهلي لكره القدم بالنسبه للمرحله اللي جايه. زي ما احنا عارفين الفتره السابقه كانت اتخذ عدد من القرارات بخصوص تشكيل العديد من الشركات اللي تخص القطاعات الرياضيه داخل النادي الاهلي، شركه الخدمات الرياضيه، شركه المنشات الرياضيه. النهارده كان في اجتماع بخصوص شركه الاهلي لكره القدم، واجتماع بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه الاهلي لكره القدم برئاسه طبعا الاستاذ ياسين منصور وكمان المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس الشركه، وكان بحضور ايضا الدكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي والاستاذ عمرو شاهين. اجتماع كان مهم جدا، خلاص النادي الاهلي رايح في اطار مرحله ثانيه خالص بعيدا بقى عن كل الفترات السابقه، لان النادي الاهلي دايما بيتكلم في الاستثمار، بيتكلم ازاي يستغل كره القدم كصناعه مهم جدا كموارد ماليه، اولا في تحقيق البطولات، ثانيا الشعبيه الجماهيريه الكبيره للنادي الاهلي، وثالثا كمان الناحيه الاستثماريه. قدامكم على الشاشه هذه اللقطات الحصريه لاجتماع شركه الكوره في النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وضع الخطوط العريضه وتفاصيل كثيره جدا، وباذن الله خلال الايام القادمه اول ما يكون في اخبار رسميه او معلومات باذن الله دايما من خلال شاشه قناه الاهلي هتعرفوا كل الجديد. وده ابرز خبر النهارده بالنسبه لكره القدم في النادي الاهلي. طيب على الصعيد بقى الاستعدادات لاستئناف الدوري العام والعوده لمباريات الدوري العام. النهارده بالتاكيد الفريق هيدخل معسكر مغلق استعدادا لمباراه دجله، مباراه مهمه جدا يا جماعه، انت بتتكلم في ثلاث نقاط تبقى في صداره الدوري وتركب الدوري بالمعنى المفهوم اللي احنا عارفينه، لما الاهلي بيركب الدوري المنافسه بتبقى ازاي. وعايز اقول لكم احنا خلاص داخلين في المراحل الحاسمه قبل الاسبوع ال 29، مهم جدا تكون في الصداره، فماتش اولا ماتش صعب جدا، ثانيا باذن الله نقدر نعمل مباراه كبيره كل الظروف تكون مهيئه للعداله في هذه المباراه. قدامنا طبعا الجهاز الفني الكابتن سامي قمصان، عدد من اللاعبين النهارده، والتر بواليا والحاله المعنويه اللي بيعيشها والتر بواليا في الفتره الحاليه استعدادا للمرحله القادمه. قلت لكم قبل كده اي كلام على اي لاعب في بعض المباريات بلاش نقوله كتير، لان ما تعرفش وانت بتختتم الموسم مين اللاعب اللي ممكن يضيف او يكون اضافه كبيره جدا في المراحل الحاسمه. كهربا، عدد من اللعيبه، حمزه علاء، عموما كل التفاصيل دي هنعرفها لما نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا شريف. you
مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما بتقول محمد، خلينا ناخد منك حاجه مهمه جدا. البعض بيتكلم على السوشيال ميديا من جماهير النادي الاهلي على رحيم فلان، استخدام فلان. يا جماعه احنا في مرحله حاسمه جدا من بطوله الدوري الممتاز، بواليه للناس كلها كانت بتهاجمه الفتره الاخيره، سوبر ستار في اخر مباراتين للنادي الاهلي، نثق في كل لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله كلهم يبقى ليهم يد كبيره جدا في تتويج النادي الاهلي بطولة محببة، بطولة الدوري العام. طيب السؤال الأبرز والسؤال الأهم يا شريف، سداسي المنتخب الأولمبي هل النهاردة موجودين في ملعب التتش بالجزيرة؟ التقيت بيهم، الجهاز الفني هيتعامل إزاي في فكرة بقى الراحة أو الاستعانة بأي من السداسي للمشاركة في مباراة دجلة؟ النهاردة كانت في مسحة طبية، كل الكواليس اللي عندك والأخبار الجديدة اللي الجمهور بالتأكيد مستني يسمعها منك في هذه اللحظات. طبعا كل جديد، كل ما هو حصري هيكون على شاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي. التمرين كان في الخامسه مساء، يمكن اللاعبين بتيجي من الساعه 4 قبل التمرين بساعه، في محاضره فنيه الان شغاله مع مستر بيتسو موسيماني واللاعبين، محاضره فيديو بيتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف الفريق دجله. يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي بكره، من النادي الاهلي بكره، ونعتلي صداره الجدول. وزي ما قلت زميلي محمد، الاهلي ما بيركب ما بينزلش، فباذن بإذن الله بإذن الله بإذن الله بكرة الأهلي يتصدر بطولة الدوري العام ونكمل في الصدارة إلى أن نتوج ببطولة الدوري. كل بيسأل عن سداسي المنتخب الأولمبي، أنا شفت بعيني بعض لاعبي المنتخب الأولمبي زي محمد طاهر، زي أكرم توفيق. في ناس بتيجي، أنت عارف في كذا بوابة لدخول لاعبي النادي الأهلي، في من خلفي بوابة خلف المدرج الجديد، في بوابة الأوبرا، في بوابة الشهداء، في كذا بوابة لاعبي النادي الأهلي بتخش من ناحيتها. بس كان ليا كلام مع مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ وسالته على الست لاعبين بالتحديد، قال لي هيكون موجود معانا في المعسكر ثلاث لعيبه او اثنين لعيبه حسب الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، ولكن الاكيد مش كل اللاعبين هتكون موجودين في معسكر اليوم، يبقى الاكيد هيكون في ثلاثه او اثنين لاعبين موجودين في المعسكر اللي هيبدا بعد نهايه المران، اللي هيكون بعد قليل. بعد بقى نهايه المران هنعرف مين الاثنين لعيبه او الثلاث لعيبه اللي هيكونوا موجودين في معسكر الفريق، ولكن في ثلاث اربع لعيبه مش هيكونوا موجودين، هيتم راحتهم لمباراة سيراميكا اللي هتكون يوم السبت القادم. فبإذن الله زميلي محمد، الأهلي من حضر أي حد موجود بنثق فيه، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله بكرة يكون لنا الكلمة العليا على فريق كبير هو فريق وادي دجلة. عايز أطمن منك على حالة رامي ربيعة وعلى حالة وليد سليمان. وليد سليمان، سألت الدكتور أحمد أبو عبلة منذ قليل قبل بداية المرانة وقبل الاجتماع اللي عمله مستر بيتسو موسيماني وباقي الجهاز، قال لي وليد سليمان أقل من 10 أيام وانت نازل، خلاص هو في المرحلة النهائية للبرنامج التأهيلي، أقل من 10 أيام هيكون موجود في المران بصفة منتظمة. رامي ربيعة بيشارك بكل قوة في المران، أصبح جاهز بنسبة 100% لمباراة بكرة، تبقى بس الرؤية الفنية لمستر بيتسو موسيماني يحتاجه بقى في مركز البكرايت، مركز السيرد باك، مركز وسط الملعب، على الاحتياطي حسب بقى ما يعوز مستر بيتسو موسيماني، ولكن من الناحيه الطبيه هو جاهز. سالت على الكابتن ايمن اشرف وعلى الكابتن بدري بنون اللي بيعانوا من نزل البرد، النهارده هيتعمل لهم تيست قبل بدايه المران وهيشوفوا، بس الشكل العام بيقول هيكونوا موجودين باذن الله. طبعا ايمن عنده ثلاث انذارات، ولكن باذن الله بتكلم بصفه عامه باذن الله هيكونوا موجودين بانتظام طبعا في التمرين اللي هيبدا بعد قليل. تمام، زميلي العزيز شريف شعبان مراسل لقناة الأهلي من ملعب التتش بالجزيرة، بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإيضاحات في الاستعداد لمباراة دجلة. كلام مهم جدا قاله زميلنا شريف شعبان بخصوص الاستعداد لمباراة دجلة، انضمام اثنين أو ثلاث لاعبين طبقا للرؤية الفنية عقب مران اليوم، والأمر علاقة على فكرة يا جماعة هو أمر فني وطبي، الساعة البيولوجية، العودة من اليابان، الوقت ضيق جدا، تفرق المباراة لو كانت الخميس عن الأربعاء، تفرق كتير على فكرة، لكن عموما الجدول نزل ومباراة دجلة والأهلي هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 9 على ملعب الأهلي والسلام، وهي مباراة وادي دجلة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مع بعض عندنا أكتر من حديث وأكتر من موضوع في باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند الأولمبي، الترند الأولمبي طبعا، والنهاردة كانت في منافسات عديدة بالنسبة للألعاب الرياضية المختلفة في الدورة الأولمبية، واللاعبين المصريين النهاردة كان في منافسات مهمة جدا، نقدر نقول النهاردة كان يوم مميز، لكن بإذن الله ننتظر خلال الأيام القادمة يكون في تحقيق أكثر من ميدالية لمصر، لارتفاع بالتأكيد رصيدها من الميداليات بعد تحقيق اثنين برونزية في لعبة التايكوندو خلال الفترة الأخيرة. نبدأ مع بعض الترند الأولمبي من خلال حساب ESN
بيتكلموا عاجل إلى النهائي. محمد طاهر الزيادة يتأهل رسميا إلى نهائي الفروسية ليرافق ناي النصار غدا في إنجاز كبير، لعبة الفروسية، وبإذن الله إن شاء الله نقدر نعمل إنجاز طيب من لعبة الفروسية إن شاء الله. طيب كمان معانا من خلال حسابات السوشيال ميديا، حساب في الجول على تويتر نشروا ردة فعل بطلنا محمد إبراهيم كيشو بعد ضياع الحلم التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على الذهب في الثانية الأخيرة. هو ذهب طبعا بالتأكيد لمواجهة بطل جورجيا على برونزية المصارعة غدا الأربعاء، لكن محمد مصطفى النهاردة كان بيلعب في وزن 87 كيلو جرام وخسر من فيكتور بطل المجر، وهذا اللاعب مصنف عالميا والنتيجة انتهت ب 9-2 عشان يلعب بكرة على البرونزية بإذن الله الأربع مع الخاسم من بطل أوكرانيا وكرواتيا. لعب ماتش كويس بس كان مهم جدا يفضل بنفس القوة لغاية الثانية الأخيرة، لأن المصارعة تحديدا عايزة تركيز وعايزة مدرب كمان معاه بره يبقى بيفهمه ومعرفه قدامك قد إيه، ركز خد بالك من كذا، لكن مفيش مشكلة إن شاء الله يكون في فرصة لميدالية إن شاء الله بكرة. طيب من خلال حساب تتويج نيوز على تويتر، أولمبياد طوكيو، هنا هيكل وليلى علي يودعان منافسات زوجي حر السباحة التوقيعية، ولسه كمان مع حساب تتويج نيوز مصطفى عمرو يصعد لنهائي منافسات دفع الجلة بأولمبياد طوكيو بإذن الله يكون موجود في النهاية ويعمل نتائج طيبة. ومن حساب يلا كورة ننتظر من البطل المصري مهاب مهيمن الكثير، وشكرا لك على ما قدمته في طوكيو. كان مهاب تأهل إلى نهائي منافسات الغطس 3 متر منصة متحركة فردي رجال، ولكن أنهى منافسات الغطس في المركز 11 وينتهي حلم تحقيق ميدالية. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص الترند الأولمبي بعد النتائج اللي اتحققت النهاردة، ولسه بكرة إن شاء الله في أمل، ولسه يوم الخميس ماتش مصر وفرنسا في كرة اليد. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الاخيره في برنامج الترند وتوقعاتكم للتشكيل الاهلي في مباراه دجله غدا باذن الله. نشوف التوقعات واراء الجمهور معانا على السؤال. عبد الله ابو بكر بيقول علي لطفي في حراسه المرمى، علي معلول، ياسر ابراهيم، بدري بانون او رامي ربيعه، محمد هاني، ديانج السليه، افشه، كهربا، شريف، حسين الشحات. طيب هو متوقع ان يكون علي لطفي، هننتظر النهارده بعد نهايه المران القائمه الخاصه بمباراه دجله، ممكن يكون موجود الشناوي في النهايه توقعات، لكن في القرار الاخير للجهاز الفني بقياده بيتسو موسيمينا هيشوف الحاله الفنيه الحاله البدنيه، كل الحاجات دي هتبقى مهمه جدا في اختيار العناصر اللي هتكون موجوده في قائمه بكره. وزميلنا الشريف شعبان قال نقطه مهمه جدا، الكابتن سيد صرح وقال له في تصريح خاص لقناه الاهلي هيتم ضم 2 أو 3 لعيبه من السداسي اللي راجعين بعد مباريات منتخبنا الاولمبي في دوره طوكيو الاولمبيه. في النهايه نتمنى التوفيق باذن الله في اختيار العناصر اللي هتفيده في مباراه بكره، وهي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا، والثلاث نقاط هيفرقوا كتير جدا في صراع الدوري في اخر 7 جولات. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا على خير في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.